لا للتحرش، وبدنا أذان صاغية. هلأ بنعالج هذا الموضوع من الناحية القانونية، وبضيافتنا محمد لبيب المحامي. مساء الخير أستاذ محمد، سنور أهلا محمد، وسهلا فيك سنور كثير. بضيافتنا. موضوع شائك بالفعل جدا جدا وحساس جدا جدا. حقيقة كمان بصرنا نرحب بهدير إبراهيم، وهي إحدى ضحايا التحرش. أهلا وسهلا فيك أهلا هدير محمد. بضيافتنا. يعني بعناتنا كله ذوق، انت حلوه وجميله بس ما نوصل لهالدرجه، يعني معاكسه بيمشي الحال بس اكثر من هيك لا. كمان برحب بسعيد ثابت، حضرتك مؤسس حمله مليون مصري ضد التحرش. اهلا محمد، اهلا وسهلا فيكم. استاذ محمد، بدايه ما نحكي شوي من الناحيه القانونيه، هل هناك بالفعل قانون اليوم يجرم الفاعل ويطبق عليه القانون ولا لا؟ حقيقة يا فندم في قانون دلوقتي، والقانون احنا بنتكلم ان هو طلع في 2014 في عهد سيادة المستشار عدلي منصور الرئيس طبعا المؤقت، وهو القانون رقم 50 لسنة 2014. وقانون بصراحة أنا شفت المادتين بتوعه، مادتين محترمين جدا وبيغطي كل الأمور اللي خاصة بالتحرش. نعم. سواء باللفظ أو بالقول أو بالإشارة. هو مضبوط، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 5000. ده الحد الأدنى يا فندم للعقوبة. بتزيد لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص، والإتيان بأي إيحاء أو تلميحات جنسية سواء بالإشارة أو القول أم الفعل. جميل، تخطيط. وقد إيه هذا الأمر يطبق أستاذ؟ يطبق بالفعل يا فندم، ده قانون. ده قانون من 2014، من شهر 6 2014، ومطبق بالفعل. أوكي، بس خليني أقول لك ليش سألتك هذا السؤال. أنه وثقت منظمات نسائية مصرية 500 حالة اعتداء جنسي واغتصاب جماعي من فبراير 2011 حتى يونيو 2014، وبالتقرير جميع الجنات أفلتوا من العقاب. دي حقيقة، دي حقيقة. خلينا يعني وين خلينا يطبق نقول القانون؟ خلينا نقول إن إحنا بعد الثورات اللي إحنا قمنا بيها ومرت على المجتمع المصري في انفلات أمني، والانفلات الأمني بالطبع لازم يبقى فيه انفلات أخلاقي، وهذا سبب رئيسي في اللي حضرتك قلتي عليه ده. احنا مش هنقضي عليها 100%، ولكن احنا بقدر الامكان الحلقه بتاعت حضرتك وان حضرتك جايبه بعض الخبره في الموضوع ده بيحد شويه من الظاهره، وبيعمل عمليه نوع من انواع الردع للشخص اللي بيقوم بالفعل ده.